اليوم هو اليوم العالمي للتلفزيون، وبهذه المناسبة في كلمة حق يجب أن توجه لجامعة الملك خالد اللي كان لها فضل كبير علي بعد الله وعلى كثير من زملائي اللي تشوفونهم الآن في مختلف المنصات والوسائل الإعلامية. وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها نظيرتها في قطر وذلك محمد الجميري من هناك يشارك في هذا المعرض عدد كبير حضور وتفاعل كبير من قبل الأهالي والزوار من محافظة رجال ألمع محمد خالد العربي الإخبارية عبد الله آل عبيد. عبد الله أهلا بك فيصل. صحيح أنا تواجد اليوم في مدينة أبها تحديدا الحديث عن نقل إلى زميلتنا أمال علي واللي نقلت لنا فرحة فريق ديجيتال سوفرز من جامعة الملك خالد. قسم الإعلام ما زال ينظر بأن الإذاعة والتلفزيون هو عنوان بارز لأي عملية اتصالية فضلاً أن تكون إعلامية، وإننا لنزه في هذا القسم بكثير من النماذج الناجحة التي خرجت من هذا القسم وأشبعت أو دعوني أقول ساهمت في إشباع الذاكرة البصرية والسمعية للمشاهد السعودي أينما كان، سواء على مستوى التلفزيون بمراكزه المتعددة، على مستوى الشاشة، على مستوى التقارير الميدانية، وحتى في الجانب الإذاعي. جامعة الملك خالد هي أول جامعة من بين الجامعات السعودية التي افتتحت هذا المسار، حيث أن هذا المسار خرج خريجات حالياً يعملن في سوق العمل. لدينا طالبات يعملن بكفاءة عالية في جميع قطاعات هيئة الإذاعة والتلفزيون على مستوى المملكة. أشكر من كان قائماً ورائداً على افتتاح هذا المسار في جامعة الملك خالد. وهذا يؤكد أن التلفزيون إن شاخ كأداة فذاكرته وأثره ومجده ما زالت حاضرة رغم تبدل الأداة ورغم تغير الظروف.